وإلى الأخبار المحلية. كشف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عن نظام البطولة العربية الجديدة في النسخة المقبلة، مؤكدا أنها ستقام بمشاركة 32 فريقا بنظام الاختيار وليس التصفيات. وأضاف أبو ريدة أن الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة تركي الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي قد رصد 5 ملايين دولار للفائز بالبطولة العربية المقبلة، وهذه المكافأة تعتبر هي الأكبر في تاريخ البطولات العربية. وختم تصريحاته بأن أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي ستمثل مصر في البطولة. توصل اتحاد الكرة لاتفاق لخوض مواجهة ودية مع منتخب كولومبيا خلال شهر يونيو المقبل في إطار الإعداد لكأس العالم 2018 بروسيا. وينتظر طرفان إنهاء مكان ودية المنتخب خلال شهر يونيو، خاصة أن المنتخب سيلعب مباراة يوم 26 من مايو مع الكويت في الكويت، ثم مواجهة بلجيكا يوم 6 من يونيو على ملعب الأخير. وجاري الاتفاق على موعد ومكان ودية كولومبيا. توجه الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمود فايز مدرب الفراعنة إلى السعودية اليوم الأحد لمتابعة لاعبين المحترفين في الدوري السعودي. ويتواجد 12 محترفا مصريا في الدوري السعودي، وهم عصام الحضري، عماد متعب، مصطفى فتحي في التعاون، شيكابالا، محمد عطوة في الرائد، ومحمود كهربا في اتحاد جدة، ومؤمن زكريا في الأهلي، ومحمد عبد الشافي في الفتح، وصالح جمعة في الفيصلي، وحسين السيد وأحمد الشيخ في الاتفاق، وعمر بركات في الشباب. وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر تأجيل الإعلان عن قائمة المحترفين لمدة 72 ساعة بدلا من اليوم، استعدادا لمعسكر سويسرا المقرر انطلاقه في الفترة من 19 إلى 27 من مارس، ويتخلله وديتان يومي 23 و27 من مارس.